اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. رجعنا لكم في الفاصل الرابع من خداوك فقالوا، متعودين على الأخبار مع عمرو مهران. أهلا وسهلا بك عمرو، ازيك؟ الحمد لله، ازيك مصطفى؟ نور، الحمد لله على السلامة، بنورك ربنا يكرمك. احنا بفكر حضراتكم عمرو هيجيب لنا أخبار عن سنة النهاردة، التغيير للأحسن دائما محفوف بالفتن، وأنك لو نفسك تغير في نفسك أو تغير في الناس اللي حواليك أو تغير في هذا الكون اللي ربنا استخلفك عليه، لازم هتواجه اختبارات وهتواجه فتن. هذه الفتن والاختبارات بتصنع المعجزات في الإنسان، بتنقي منه العيوب وبتعلمه صفات ليصلح أن يكون عبد رباني صالح يقف بين إيدين ربنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تفضل يا عمرو، عندك إيه النهاردة؟ عندي أخبار ممتلئة بالتغيير والاختبارات. نعم، هنرجع مع بعض 70 سنة في فترة يمكن كانت صعبة في أمريكا شوية، فترة العنصرية. الأخبار دي على ويب سايت أجنبي، بتتكلم الخبر الأولاني بيقول إن السمر قطعوا الحافلات في ولاية أمريكية لمدة 382 سنة متواصل. الحافلات دي اللي هي الأتوبيسات. اللي حصل إن كان في 6 سمرة في وقت العنصرية الشديدة والتفرقة بين الأبيض والأسمر بلون الجلد، 6 سمرة كانت تعبانة جدا، فركبت في مكان مش مكان السمر، مكان البيض، فطلع الراجل أبيض وحاول يقومها وهي تعبانة جدا فرفضت، فجيل بوليس قبض عليها، يا نهار أبيض، واتسجنت. فقام مارتن لوثر كينج، ده كان مناضل ضد العنصرية وكان عنده حلم بالتغيير، إنه يغير هذه العنصرية. فأول ما حصل الموقف دوت أخذ على عاتقه تغيير هذا الأمر، فبدأ يدعو كل السمر ان هم يقطعوا الاتوبيسات ديت، فقطعوها لمده 382 يوم. فلما قطعوها سنه تقريبا، اكتر سنه وشويه، الشركات ديت خسرت خساره فادحه، فالشركات ضغطت على الحكومه، فطلع قرار بعدم دستوريه القانون بالتفرقه جوه الاتوبيسات بين البيض والسمر. هو غير ونجح، بس خلال التغيير دوت اتقبض عليه اكتر من مره، وخلال التغيير ده اتعرض لاختبار شديد وفتنة شديدة، إن بيته تعرض للهجوم على مراته وولاده، عنده 4 أطفال، وبيته هجوم شديد والبيت اتكسر وولاده اترعبوا، فتنة. ولكن هو كان مصر إنه يكمل في الطريق وعايز يوصل ويغير، عايز يوصل للتغيير اللي عايز يحققه. بعد ما حصل هذا الأمر حشد الناس مرة أخرى، وخبر تاني بيقول مظاهرة من أجل دخول السود البرلمان. كان ممنوع دخول السمر في هذا الوقت البرلمانات والانتخابات ومجلس الشعب والحاجات ديت، فحشد الناس وعمل مظاهره جامده جدا، وتحركوا كلهم على الـ على الـ على البيت على البيت الابيض علشان ينادوا ان هم يدخلوا المظاهره، ان هم يدخلوا. فخلال رحله التغيير اتقبض على مارتن لوثر كينج وفضل في السجن فتره، وخلال الفتره دي اتباعه فضلوا مكملين، وخرج من السجن وقعد في البيت الابيض اللي كان نفسه بس ينادي ان هو يدخل جواه، وقعد على ترابيزه المفاوضات وخد وعد بالغاء قانون العنصريه. ولكن قانون العنصرية ما اتغيرش، بس هو فضل مكمل لأنه كان عنده حلم أنه يغير. اعتقل مرة واثنين بس فضل مكمل. بعد ما خرج من المعتقل المرة التانية وعدى الاختبار التاني والمحنة التانية، وهو في طريقه في رحلة التغيير، جمع 250,000 واحد. ده الخبر التالت، مظاهرة من 250,000 أسمر للمطالبة بالحقوق المدنية. جمع 250,000 واحد وعملوا مظاهرة جديدة، وخطب هو في 250,000 وقال لهم أنا عندي حلم، هو حلم بالتغيير، وقال أنا بحلم اللي يجي يوم الشعب الأمريكي ما يحكمش على الناس بلون جلدهم، يحكم على الناس بأخلاقهم وتعاملاتهم. الله، عنده حلم بالتغيير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صحيح، هو كان عنده حلم بالتغيير وجاهد وناضل من أجل هذا الحلم. مارتن لوثر كينج خلال رحلة التغيير بتاعته اتعرض للاعتقال أكتر من 20 مرة. في كم سنة يا عمر؟ خلال 15 سنة. يا نهار أبيض. بس عارف في نقطة هنا يا مصطفى؟ إن هو اعتقل 20 مرة في 15 سنة، يعني كان بيدخل المعتقل ويتحقق معاه ولو ملوش حاجة يخرج. يمكن في دول تانية حد يدخل المعتقل ما يخرجش. صح، ولكن هو اعتقل مرة في 15 سنة بس. بالظبط، هي مرة واحدة في 15 سنة، ولكن هو برضه كان مصر انه يغير هذا الوضع، وكان عايش عشان قضية عشان التغيير، وكان ما بيفرقش معاه الفتن، الفتن ما توقفوش، ما كانش بييأس، ما كانش بيحبط، انا هغير يعني هغير، عنده حلم انه يغير. فضل اتعرض للاعتقال 20 مرة، اتعرض للاغتيال 4 مرات، فشله، بس المرة الخامسة نجحت. بس عارف المرة الخامسة نجحت والمحنة كانت أقوى منه، او الاختبار كان اقوى منه، ومات. ولكن واحنا واقفين مع بعض دلوقتي رئيس امريكا اسمر من اصل افريقي،
يعني اوباما يعني مارتن لوثر كينج عدى كل الفتن وفي الاخر حلمه تحقق. نعم. ووصل كمان فوق ما كان يتخيل. اي حد فينا هيمشي ورا حلمه انه عايز يغير سواء تغيير نفسه، عارف مصطفى انت اول لما قلت التغيير محفوف بالفتن في اول الحلقه، انا جه في بالي على طول جهاد النفس، وجه في بالي على طول ان انا اول لما بجاهد نفسي تتكالب عليا فتن الدنيا، عايز اغير، عايز خلاص، عايز من النهارده غض بصري، عايز ابطل ان انا ابص واطلق نظري ومش عارف ايه، اول لما بعمل كده وانوي التغيير تتكالب عليا الفتن وتبدا البنات كلهم يكلموني بالظبط كده تتكالب عليا الفتن. بس الواحد لو عنده عزيمه واصرار انه فعلا هيتغير ومؤمن بربنا وان السنه الكونيه كده كده هتحصل، نعم هيكمل. بس يا عم جات لي فكره وانت بتتكلم ان مارتن لوثر كينج مات من غير ما يشوف اكبر اثر، وشاف اثر صح، يعني هو كان بيحاول يغير لقى فتن قدامه، حلمه الكبير ان العنصريه تنتهي تماما طبعا تحقق بتولي اوباما رئاسه امريكا. فانا اتصور ان في كتير من الاوقات كتير مننا بيجتهد علشان غيره يقطف الثمره، لكن بيفضلوا الناس شايلين له الجميله، ودليل ان هو ميت من سنين طويله لكن الناس فاكراه. حاجه تانية بس خاصه، تعرف كتير مننا بيقعد يجتهد ويحاول يغير وافعاله دي بتكون امان للي حواليه. صحيح. لان احنا عندنا قاعده بتقول ان ساعات ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ الارض من العذاب بسبب الصالحين. ففي ناس عايشه بتجتهد وبتغير وشايفه فتن، اللي بيحصل ده انت امان لاهلك في اوقات ساعات بلاد كتير تستحق العذاب لولا الصالحين الطيبين، لولا الصالحين اللي بيكملوا على طريقهم اللي رغم الفتن. رغم الفتن بزرق. الخبر الثاني مصطفى، المصري اليوم، جريده المصري اليوم المصريه، طبعا جريده المصري اليوم دي جريده مصريه يا جماعه، اتفضل. الخبر بيقول التجارب العلميه في القمر اسهل من كوكب الارض. التجارب العلميه، حد كان عنده حلم بتغيير المستوى العلمي في مصر قبل 25 يناير يعني اتمنى ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كل ده هيتحقق، وهو نفسه بيقول كده، صاحب الخبر بيقول كده. هو الدكتور عصام حجي بيقول انا كان عندي هذا الحلم وكنت واخد على عاتقي ان انا اغير مستوى البحث العلمي في مصر، فقعدت اجاهد عشان اوصل ان انا اعمل بحث علمي واحققه في مصر واشوف ثمرته ينجح. 11 سنه 11 سنه بيقابل محن واختبارات وفتن وعراقيل وهو مكمل، مش عارف يخش يعمل الاختبارات دي في البلد، مش عارف يعمل اللي هو عايزه، مش قادر يتحرك ويشوف ثمره اللي هو عايزه. 11 سنه وهو مكمل، بس عنده الحلم. يعني ممكن سنه 2 3 ويبدا يزهق. بيقول ان هو خلال 11 سنه دول اتطلب منه 28 اتطلب منه 28 موافقه امنيه، يا رب يا رب. وبعد ما جاب ال 28 موافقه امنيه، جهه اتعرضت له وقالت له على فكره كان جايب انسان الي من بره عايز يدخله مصر، روبوت، روبوت، عشان تدخل انسان الي ده في مصر مش هينفع، ده ليه عجل وليه اطارات، ما ينفعش تدخل هو انسان الي عشان بيمشي يعني العجل، هندخله ان هو مركبه، ان هو عربيه او حاجه، ونركب له نمر، ركبوا له النمر وباظ. لكن هو مكمل وبيقول ان هو هيحقق ده، شنيور بتاع بالظبط كده. بس هو كان مؤمن ان التغيير ليه ثمن، ان الفتن لازم يعدي بيها. وفي تصريح لاوباما في المصري اليوم بيتكلم عن ثوره 25 يناير، ده يبقى اخر خبر معانا يا عمرو، اتفضل يا عمرو. بيتكلم عن ثوره 25 يناير في المصري اليوم برضو، في المصري بيقول انا على ثقه ان مصر هتمر بايام صعبه عشان في اسئله كتير ما تجاوبش عليها. مصر وتونس، والله يا عمرو، صحيح، مصر وتونس وليبيا وكل حاجه. ان اي بلد عايزه تستقل بكلام اوباما وعايز الحريه، هو بيقول انا على ثقه ان في ايام صعبه في مستقبل مصر عشان في اسئله ما تجاوبش عليها، بس انا مؤمن ان شباب مصر هيجاوبوا عليها. كانه واثق ان الحريه ليها ثمن، كانه واثق ان التغيير ما بيجيش ببلاش. ودكتور عصام حجي كان عنده نفس الثقه، ومارتن لوثر كينج كان عنده نفس الثقه، مفيش تغيير من غير فتن. فسبحان الله، سنه ربنا لا تزال حتى قيام الساعه علم. يعني كان اوباما بيقول للعباد الربانيين هتواجهوا فتن عشان تغيروا بلادكم وتغيروا في نفسكم. زي ما قلت لكم، السنن الربانية القوانين ثابتة بتحصل على كل الناس بكل العقائد وكل الشرائع، بتحصل في كل الأزمنة، زي ما عمرو جاب لنا قصص من 50 سنة أو أكتر، وقصص بتحصل دلوقتي وقصص من 10 سنين، نفس اللي بيحصل في إدارة شؤون العباد. أي حد عايز يغير، وكلنا لازم، دي وظيفتنا أن احنا نغير كل حاجة حوالينا على قد ما نقدر للأحسن. أي حد عايز يغير لازم يواجه ببعض الفتن والمصاعب اللي بتنمي قدراته وبتصلح من صفاته، واللي بتعلمه ازاي يبقى عنده إرادة وثابت، يبقى عبد رباني يصلح ان يكون عبد لله، يقف بين يدي لا يقول يا رب انا عملت حاجة في الدنيا دي. شكرا يا عمرو على اخبارك الحلوة. عندنا فاصل، صلوا على النبي، وشوفكم بعد الفاصل، اتفضلوا.